السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة أمومتي. دونك أول فيديو إن شاء الله في السلسلة غادي نتكلمو فيه على مشكل ديال متلازمة تكيس المبايض أو تكيس المبيضين أو لا لي زوبيكا أو لي زوفير بوليكيستيك أو لي زوفير ميكرو بوليكيستيك. المهم كاينين بزاف ديال الأسماء ديال هاد الظاهرة. المهم كيف ما كيتعددوا الاسماء كيتعددوا الاعراض ديال هذا المرض، او اللي غادي نقولوا هو ماشي مرض اللي يعني صعيب، ولكن تيشكل بعض الصعوبات للسيدات سورتو بالنسبه للحمل. دونك هذا التكيس المبيض شنو هو؟ التكيس المبيض هو عباره عن تكيسات تكون متواجده في المبيضين، المبيضين ديال المرأة. دونك السبب او لا نقولوا الاعراض، اولا اعراض ديال التكيسات باش نعرف انا عندي تكيس مبيضين، انا بنت بغيت نعرف واش عندي تكيس ولا ما عنديش. دونك اول عرض من الاعراض اللي تيكون عند هاد النساء اللي كيعانيو منه هو تاخر اولا انقطاع الدوره الشهريه. ملي ما تكونش عندنا الدوره الشهريه منتظمه، ملي ما تكونش كتجينا بطريقه منتظمه كل 28 يوم، كل 30 يوم، كل 32 يوم، المهم ما عندهاش موعد محدد ما نعرفو، ما تقدروش نتوقعوها امتى غادي تجي. هذا اول سبب اللي هو انقطاع الدوره الشهريه. كاين السيدات اللي ما تجيهمش بعض المرات الدوره الشهريه على 6 اشهر، دونك غالبا تيكون هذا هو المشكل. ثاني مشكل او لا ثاني يعني من الاعراض الثاني ديالها هي السمنه. كاينين السيدات اللي تيغلاضوا دغيا واخا يقدروا ما تيكلوش كياكلوا مزيان، وتلاحظوا انهم تياخذوا الوزن بسرعه كبيره، يقدروا الا كلاو غير حاجه بسيطه دغيا كيزادوا في الوزن. تيكون من بين الاسباب ديالها هي تكيس المبيضين. ثالث حاجه هو حب الشباب. من بين اعراض التكيس هو حب الشباب. علاش حب الشباب؟ لان ارتفاع هرمون ديال الاندروجين او الهرمون الذكوري عند السيدات تسبب في ظهور ديال حب الشباب. بيان سور هذا من بين الاسباب ديال التكيسات هو ارتفاع هرمون الاندروجين. لان هذوك شنو نزيد نوضح لكم، هاد التكيس كيمنع ان البويضه توصل النضج ديالها. يعني البويضه علاش ما تجيش الدوره الشهريه؟ علاش؟ لان البويضه ما تتكتملش في النمو ديالها، فاذا ما تتكونش دوره شهريه. يعني من بين هاد السبب ديالها شنو هو؟ ارتفاع هرمون الاندروجين وانخفاض هرمون الاستروجين او الهرمون الانثوي. يعني ظهور حب الشباب حتى هو تيدل على انني انا عندي تكيس المبايض، ماشي دائما ولكن في اغلب الاحيان. رابع حاجه هو نمو شعر الجسم بسرعه او نمو في مناطق غير معتاده كالذقن او الشارب. تتكون بعض النساء عندهم شي زغبات او كيف ما قلنا تيكون عندهم بعض الشعر في منطقة الشارب او الذقن. دونك هذا تدل على تكيس المبايض او لا كيدل على ارتفاع الاندروجين، ايوا يعني بطريقة مباشرة تكيس المبايض ولا تكيس المبيضين. دونك من بين الاعراض عاوتاني تلقاو تساقط الشعر بكثرة وبدون تفسير، يعني ما تيكون لا فقر الدم لا نقص في شي فيتامين لا شي حاجه، تيكون عندنا واحد التساقط اللي زعما كثير بزاف وما تلقاوش ليه العلاج. واخا تنديروا زعما تنحاولوا نعالجوا زعما بوصفات وطبيعيه وداكشي ما تلقاوش نتيجه، تيكون الشعر كيتساقط بطريقه كثيره بزاف. دونك هادو هما اغلبيه الاعراض. كاين عرض اخر اللي هو الصوت تيكون شويه خشن ديال المراه، يعني لان تيكون كما قلت لكم هرمون الذكوري طالع فيكون صوت شويه خشن ديال المراه. ماشي بالضروره يكونوا هاد الاسباب هاد الاعراض كاملين، تقدر يكون واحد جوج. المهم يعني الكشف ديالو تيدار عن طريق تحاليل، عن طريق تيشوفوا نسبه ديال الاندروجين هرمون الذكوري في الدم ديالك، و تيشوفوا عاوتاني ولا تيديروا ليكوغرافي او لا الموجات الفوق صوتيه المبيضين ديالك باش يشوفوا واش فيهم تكيسات. دونك البنات
غادي ندوزو الاسباب ديال هاد التكيس، مناش تيجي التكيس. اش غادي نقول لكم؟ ملي بحثت مزيان لقيت انه كيلقى الاكثريه ديال العلماء او الخبراء تيهضروا على واحد السبب اللي هو معروفش، يعني قليل اللي كتلقاه تيهضر عليه، ولكن دابا الاكثريه تيهضر على هذا السبب، الا وهو مقاومه الانسولين. شنو هي مقاومه الانسولين؟ اولا لا ريزيستانس دانسولين. هذا المشكل تيكون عندنا في الدم، كيكون عندنا هرمون الانسولين طالع. الانسولين كيف ما كتعرفوا كيفرزوا البنكرياس باش يهضم السكر او لا. المهم انا ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل العلميه بزاف لانني انا ماشي تخصص ديالي. المهم غادي نخلي لكم انا الرابط تحت الفيديو باش تعرفوا شنو هي مقاومه الانسولين ديال واحد دكتور بيرغ، يعني خبير في هادشي وغادي يفيدكم اكثر مني باش تفهموا شنو هي مقاومه الانسولين. دونك هذا هو السبب الرئيسي. وتتلقى ان العلماء او الخبراء شنو تيقول لك؟ باش نعالجوا هاد التكيس خاصنا نعالجوا مقاومه الانسولين. ومقاومه الانسولين تتعالج باش كتعالج بالصيام المتقطع، بالنظام الكيتوجيني، او لا يعني بصفه سهله كيف ما تقول الدكتور الفايد، نظام نباتي. النساء خصهم نظام نباتي لان اللحوم بزاف ما تنفعناش بزاف، وسورتو ان هاد اللحوم دابا اللي تناكلو اصلا هما دايرين لهم الهرمونات باش يغلطوا دغيا، باش يكبروا دغيا. ما بقاش البهائم ترعاو يعني في الربيع ويشوفوا الشمس وتمشي. دونك دابا غنتكلموا على العلاج. احسن علاج وافضل علاج ممكن نديروه هو نراجعوا التغذيه ديالنا، اولا نديروا نظام ديال الصيام المتقطع. شنو هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع هو انني في 24 ساعه تناكل 8 سوايع وتنصوم 16 ساعه. بمعنى الى ان اليوم مثلا اخر وجبه كليتها كانت 6 ديال العشيه، خاصني نحسب 16 ساعه ما ناكلش فيها عاد باش ناكل وجبه اللي من موراها. مثلا انا الا حبست اليوم مع 6 ديال العشيه، الا حسبنا 12 ساعه من 6 العشيه 6 ديال الصباح هي 12 ساعه من 6 دونك نزيد 4 سوايع هي 10 ديال الصباح. يعني الا كليت يوم مع 6 ديال العشيه ما ناكل الغد لي حتى 10 ديال الصباح. يعني هذا النظام هذا تيساعد بزاف اننا نتخلصوا من الوزن الزائد، من بزاف المشاكل الصحيه. ثاني حاجه البنات انا كنصحكم بها هي تحيدوا السكر نهائيا، السكر الاصطناعي، يعني السكر الابيض حاولوا البنات تحيدوه نهائيا، انه ما تفيدناش نهائيا في الصحه ديالنا، غير تيدمر لنا الخلايا، غير تيخرج علينا. يعني من الاحسن نحيدوه. ونحيدوه البنات الخبز، احنا عندنا في المغرب عندنا عاده اللي هي عاده شويه غير صحيه لاننا تناكل الخبز بزاف. الخبز البنات خصنا ناكلو غير في الصباح، وفي الصباح ما ناكلوش بزاف، ناكلو مغسول اللي بسيط. يعني ماشي حنا كتلقاو في الغداء ديالنا مثلا تتلقى مكون من نص خبز ونص بروتين او لحم ونص خضره وربع، اسمحوا لي، نص خبز وربع خضره وربع لحم. لا هذا غلط كبير، خاص الغدا ديالنا يتكون من نص غير خضار او نباتات، والربع بروتين والربع دهون اللي هي صحيه، ماشي القيان. ملي تنقول الدهون راه تنعني بها لافوكا، تنعني بها لي فروي سيك وداكشي. المهم الدهون يعني لي مفيده. دونك البنات هذا هما يعني اهم علاج، هو اننا نحاولوا نراجعوا التغذيه ديالنا. غادي نخلي لكم فيديو كيهضر على التغذيه وتهضر على حتى التكيسات وتهضر على مقاومه الانسولين ديال الدكتور بيرغ كما قلت لكم سبقت وقلت لكم في الفيديو، غادي ينفعكم بزاف. دونك وثاني حاجه نحاولوا نقصوا الوزن. الا تبان هذا الصيام المتقطع راه اوتوماتيكمون غادي نقصوا الوزن، لانه يعني حاجه اللي بديهيه. ثالث حاجه نحاولوا اننا يكون النظام ديالنا كيف ما قلت لكم مكون من النباتات بنسبه كبيره، تحاول 70% 80% يكونوا نباتات في الاكل ديالنا.
اللي غادي نقول لكم البنات تفاداوه هو تفاداو انكم تعالجوا التكيسات او لا تعالجوا الاعراض ديال التكيس اللي هي مثلا تاخر الدوره الشهريه، ما تعالجوهاش نهائيا بحبوب منع الحمل، لان حبوب منع الحمل ما هي الا كتزيد، يعني غير كتزيد الخطوره وكتزيد في المشاكل وكتزيد في ما كتعالج حتى شي حاجه، لانه اغلب ديال الاطباء فاش كتمشي عنده تعرف عندك هرمون الاندروجين طالع اولا الهرمون الذكوري طالع، شو تيعطيك؟ تيعطيك الهرمون الانوثه، هرمون الانوثه باش يغلب على الهرمون ديال الذكور، يعني تيحاول يعالج مشكل بمشكل كبر منه. المعالجه بالهرمونات عمرها ما كانت الحل البنات، بالعكس غادي يزيدكم غير مشاكل اخرين. يقدر يعالج لكم مثلا تاخر دوره شهريه، ولكن راه ما عالج لكم حتى شي حاجه، غير نظم لكم الدوره. وهذا الشيء يعني راه ماشي بالضروره غادي اللي عندها مشكل في الحمل راه ما غاديش يعالج ليها المشكل. الحل البنات، الطبيب اللي كنعرفو انايا وكنحترمو هو الطبيب اللي تيقول لك خاصك تعاودي النظر في التغذيه ديالك. اما الطبيب اللي تيقول لك خدي لابيلول اولا خدي حبوب منع الحمل باش تعالجي التكيسات، غير بدليه غير بدليه. يعني انا شخصيا انا الحمد لله عانيت، ما كنعانيش من المشكل بزاف، يعني انا المشكل ما سببش ليا تاخر الحمل، ما سبب ليا حتى شي حاجه. انا التكيسات دايره ليا مشكل واحد اللي هو تساقط الشعر لا غير، وانا تنحاول نعالجهم غير باش نعالج تساقط الشعر. يعني انا حاولت نعالج تساقط الشعر بجميع الطرق، مشيت عند طبيب جلد، مشيت عند طبيب ديال الطب الباطني باش نعرف واش عندي مشكل فقر دم، ما عندي حتى شي مشكل، المشكل عندي هو في التكيسات. يعني نقدر نهضر بين قوسين، كاينين البنات اللي ما عندهمش تاخر دوره شهريه وماشي ثمانينات، واخا كذلك عندهم وما عندهمش حب شباب وصوتهم ماشي خاشن وما عندهمش شعر في مناطق غير معتاده وكل شيء، وعندهم تكيسات اللي منهم انا. كيكون المشكل في تساقط ديال الشعر، يعني المشكل البنات راه ما تقدروش تعرفوا فين كاين، خص يعني خص تمشي عند الطبيب، خاص تمشي عند الطبيب. اما الا كان مشكل ظاهر اللي هو تاخر دوره شهريه اولا دوك الاعراض اللي قلت لكم قبل، ف كان ديك الساعه نحاول انا ناخذ نظام بلا ما نحتاج للطبيب، نحاول ناخذ نظام غذائي اولا سميتو ندير صيام متقطع اللي غادي يعاوني انني نعاون لو كور ديالي انه يتغلب على هذاك المشكل. دونك هذا ما كاين البنات. دونك نتمنى ان الفيديو يعجبكم، و انا عارفه ان بزاف البنات اللي غادي يدخلوا هاد لا فيديو هادي غادي يكونوا عندهم مشكل ديال تاخر الحمل بسبب التكيسات. الحاجه النصيحه اللي غادي نعطيك اختي هو حاولي تهبطي على النفس ديالك. انا عارفه ان المشكل ديال البنات هو الريجيم، ما تيقدروش على الريجيم. شوفوا البنات راه نقدر راه شغن نقول لكم الريجيم البنات ديك القساوه ديالو راه تهون بالرؤيه في العينين ديال الوليد ديالك ولا البنيته ديالك اللي رزقك بها الله ان شاء الله. يعني حاولي تهبطي على نفسك وحاولي تصبري. صيام متقطع راه ما صعيبش نهائيا، حاولي غير تاكلي الماكله اللي عرفي شنو تاكلي، ماشي ما تاكليش، كولي ما عرفي شنو تاكلي، حاولي تاكلي كيف ما قلت لك الخضار بزاف، تنقصي الخبز وتنقصي السكر وديري صيام متقطع. ان شاء الله ان شاء الله تعالى غادي تلقاي نتيجه. نتمنى البنات تشجعوني، ونتمنى ان الفيديو فاتكم واخا غير بمعلومه بسيطه، المهم انني نكون فتكم شي حاجه. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا بجديد. ممكن ان هذا يكون جست تافه بالنسبه لكم، ولكن يعني ليه الكثير وتشجعني باش انني نزيد نقدم لكم بعض النصائح. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.